طيب يا ترى في أي منفعة لنجم البحر؟ هرد أقولك تعال نعرف ونكتشف مع بعض. بيكون نجم البحر بشكله النجمي واللي بيتم العثور عليه في قاع المحيطات وأعماق البحار والمياه الضحلة، بيقدم مجموعة من الفوائد التالية: بيحتوي الجسم الخارجي لنجم البحر على مادة لصقة بتساعد على علاج الالتهابات اللي بتصيب جسم الإنسان زي بعض أنواع الحمى أو التهاب المفاصل، وكمان بيتم استخدامها كمادة مسكنة للألم. ومن هنا نشأت فكرة بعض البحوث لاستخدام المادة اللصيقة دي في تحضير العقاقير والأدوية. وكمان اللعاب الخاص بنجم البحر ممكن الاستفادة منه عند خلطه مع مواد كيميائية أخرى لتحضير أدوية أكثر فاعلية لعلاج بعض الأمراض.